نظم بمقر عمالة إقليم الصويرة حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم على مستوى الإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها مؤخرا وزارة الداخلية. وبهذه المناسبة ذكر عامل الإقليم بالسياق الذي تأتي فيه ههذه الحركة الانتقالية لضخ دماء جديدة في عمل الإدارة الترابية، مؤكدا أن رجال السلطة مدعوون أكثر من أي وقت مضى بتأدية المهام بالتزام مطلق والتواجد المتواصل بالميدان والتحلي بالمسؤولية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وشدد على الجدية والتفاني. كما دعا رجال السلطة إلى الانخراط التام والجاد في مختلف المشاريع والأوراش التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والحرص على مواكبة الأوراش المفتوحة على مستوى الإقليم، وخاصة المشاريع المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تجسد الرؤية الملكية لضمان حياة كريمة للساكنة.